أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد المعبرين للرؤى عبر رؤيا علاج، وهي أن يأخذ كيلو سدر وكيلو شب وكيلو ملح ثم يأخذ منه يقول أحد المعبرين للرؤى عبر رؤيا علاج، وهي أن يأخذ كيلو سدر وكيلو شب وكيلو ملح. هذا خلق للتعبير مع الدواء، تعبير ما يدخل في الدواء، تعبير تعبير، والعلاج علاج غير التعبير. هذا قول في الحقيقة، وهذا لا يجوز أنه يروج على الناس، ويجب منع هذا الشخص من هذا التلبيس على الناس. لا علاقة للتعبير بالعلاج، علاج شيء والتعبير شيء آخر. وسجل هذا ذكره العلماء كما في فتح المجيد وغيره، انه يعالج من السحر، ياخذ سبع ورقات سدر وخضرة ويدقها ويضعها في ماء ويقتتل به. هذا ذكره في فتح المجيد وغيره. واما انه يربط هذا التعبير الرؤيا فهذا من التقليد والتلبيس على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قوله يقرأ عليه، يعني يضع السدر في الماء ويقرأ عليه الرقية ثم يغتسل به. نعم. راجعوا في فتح المجيد في شرح كتاب شرح باب ما جاء في السحر.